تجهز الاختبار شيخ احمد؟ جاهز الاختبار ان شاء الله. ياء مد طبيعي حركتين ذي الذي، اقرا باسم ربك الذي. ممنوع المصاحف في هذا المكان. عائلتي ما كان يعرف يعني ولو شيء من الإسلام. أنا بحسدك ما شاء الله، بس حسد محبة. القرآن بيعطي لمن يحبه. أتينا إلى هذا المكان الذي بصراحة نقرأ عنه ولم نره. ربنا سبحانه وتعالى يعني أخذ بصر معاز وأعطنا القرآن متاعا للإنسان وفي الآخرة إن شاء الله. يرى بنور الله سبحانه وتعالى ولكنه كفيف حفظه الله. الطلاب التركية لا يعرفون اللغة العربية. سبحان الله، هذا الطالب دخل قلبي. بعد ما تعرفت عليه وجدت اللذة الحقيقية. في اليوم كيف تراجع؟ الصبح. في الصبح. أنا ممكن أتصدق في اليوم بثلاثة أربعة مليون. الله عز وجل رفع ذكرنا. لما حفظ طه أصبحت لحياتي معنى. من منا يطول أن يكون من أهل الله في الأرض الخاصة؟ برنامج مسافر مع القرآن مع الشيخ فهد الكندري. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.